في فيديو النهاردة هنجرب اسيا ريزن بكل تفاصيله، والفيديو النهاردة برعاية جروب اسيا كرافت ويز لاف. الريزن ده جالي هدية منهم، والصورة بتاعتهم ظهرت لكم على جنب، وكمان هحط لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بوكس تقدروا تتواصلوا معاهم. شايفين يا جماعة قد ايه هو شفاف والتحفة بجد. انا عملت لكم تجربة على الشفاف، وعملت لكم تجربة كمان على الملون، وهنشوف كمان الطباعة بالفينيل. كل التفاصيل دي خلال الفيديو. معاكم تسبيح، يلا بينا. بصوا ده الريزن بتاع اسيا اهو، زي ما انتم شايفين بيبع بوتين كده، والنسبة بتاعته 2:1، وهنعرف عنه كل التفاصيل. حبت بقى حاجات في قطعة عليا انا هحطها في الميزان، كوباية بلاستيك، عصيان الخلة، التفاصيل دي كلها. بصوا هما بيبقى عبارة عن ازازة A وازازة B، ازازة الريزن والمصلب بتاعها، والنسبة بتاعتهم سهلة جدا من 2:1، وموضوع بسيط خالص مفهوش اي صعوبة. خلاص هنفتح الميزان بتاعنا ونحط الكوبايه طبعا فاضيه، ويكون الميزان مقفول. نفتح الميزان، نبدا نحط اول كميه عندنا من الريزن، وبعد كده هنقفل الميزان تاني ونيجي نفتحه ونحط الكميه المناسبه لي للهاردنر. انا حبيت اعمل معاكم التجربه دي علشان نجرب نوع الريزن دوت. انا اول مره اجربه، فقررت ان انا اجربه معاكم في البوك مارك علشان بسيطه كده، ما تضيعش ريزن كتير، وعلشان نقدر نشوف مدى الشفافيه بتاعته، والبابلز بتاعته سهله ولا صعبه، وكمان نقدر ندمج الالوان ولا لا، وتفاصيل وكل حاجه. كل حاجه هحكيها لكم خلال الفيديو، بس انتوا كملوا معايا الفيديو، ما تسيبوش اي حته خالص عشان انا بحب اقول معلومات مهمه كده في النص. المهم زي ما انتم شايفين بنقلبه، طبعا حاولوا تقلبه بشويش علشان تتفادوا ظهور البابلز. دي الدلايه اللي انا هحطها جوه، فاللي انا عملته جبت كماشه كده انا بستخدمها للاكسسوارات، شلت خالص الحلقه بتاعتها علشان استخدم القلب بس، وقررت ان انا اعمل بوك مارك هيبقى كلها قلوب حمراء كده وقلب، وحاجه بسيطه ورقيقه خالص. بس المهم عندنا هنا ان احنا عايزين نشوف مدى شفافيته. بصوا يا جماعه شفاف قوي ازاي، انتوا بتقلبوه سيبوه بس يهدى 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده صبوه. وكمان الميزه ان البابلز بتاعته حتى لو ظهر لكم بابلز زي ما بتطير، يعني سريعه يعني جدا ان انتوا تقدروا تتخلصوا منها. بصوا معلومه عشان تبقوا عارفينها، كل ما كان الريزن خفيف كل ما البابلز بتاعته سهله. الريزن التقيل هو اللي بيبقى الكثافه بتاعته عاليه، فالبابلز ما بتعرفش تطلع بسهوله. زي ما انتوا شايفين انا بدات اوزع الريزن بتاعي، وهنا في البوك مارك دي انا كنت معتمدة ان انا هحط الريزن مرة واحدة لان انا مش محتاجة طبقات، بعكس البوك مارك التانية هوريكم ان انا هحتاج طبقات، وهعرفكم كل حاجة بالتفصيل لما نيجي عندها. زي ما انتم شايفين انا بدأت حطيت القطعة بتاعتي، هحاول كمان اجيب بقى ريزن على القلب نفسه. بصوا انا جبت هنا الاشكال القلوب دي، بس كان عندي بقى مشكله خدت بالي بعد كده ان القلوب دي للاسف اللون بتاعها بيطلع سنه، فطبعا لازم ناخد بالنا الموضوع دوت. احنا نجيب قلوب مثلا نتأكد ان الوانها ما بتطلعش بس خلاص. فبدأت اوزعهم زي ما انتم شايفين، وكنت بتأكد بالخلة ان هم عليهم رزن من فوق ومن تحت، والدنيا تمام. طبعا ممكن بقى تحطوا جليتر، ممكن افكار كتير، ممكن ورد، ممكن حتى كمان تدخلوا مناديل، تكنيك الديكوباش اللي عملته معاكم قبل كده، ممكن افكار كتير قوي. متنسوش بقى تمشوا التورش او الهوت اير جان. خدوا بالكم من حاجة ان التورش يا جماعة ما تلزقش في القالب او تزودوه، عشان ده ممكن يحرق القالب او يحرق الريزن كمان ويسور. خلاص دلوقتي انا هدخل في البوك مارك التانية، والبوك مارك التانية مختلفة، هيبقى فيها دمج الوان، هيبقى فيها كمان طباعة الفينيل، هيبقى فيها طبقتين مش طبقة واحدة، ففي اختلافات. هنعمل برضو الريزن بنفس الطريقة، الميزان مقفول، نحط الكوباية نحط فيها الريزن، نقفل الميزان نفتح الميزان، نرجع نحط نسبة الهارد. خلوا بالكم طبعا ان كل نوع ريزن وعنده النسبة الخاصة بيه هو. نسبة ريزن اسيا 2:1، انما ده بتختلف، يعني انا عندي ريزن 3:4، في 1:1، فكل نوع ريزن وليه الرقم بتاعه. خلاص القطعة التانية، بصوا انا حطيت بس على علبة الالوان دي علشان اقدر اتحرك وانقل البوك مارك براحتي. معلش يا جماعة كان في تغييمة شوية بقى في الكاميرا بتاعت الموبايل، فمعلش سوري استحملوني. هنا انا كنت اختار ايه الجمله اللي انا هحطها، فانا قررت ان انا احط بسم الله الرحمن الرحيم. دي مطبوعه فينيل، في ناس كتير بتسالني انا بجيب الورق ده منين. احنا عندنا هنا في ناس عندها الجهاز في البيت وبتطبع عليه، وعامله ان ده مشروع ليهم، فانا ما اعرفش بقى حسب المكان اللي انتم موجودين فيه.
خلاص هبدأ هنا ألون الرزم بتاعي، فأنا هلونه بألوان مايكا. اللي ما عندوش ألوان مايكا يقدر يستخدم ألوان آي شادو ميك اب عادي، علبة قديمة عندك أو حتى علبة رخيصة، واكحتيها كده بكتر أو حاجة وحطيها في علب وتقدري تستخدميها تدي معاكي نفس النتيجة. وهنا استخدمت كمان ألوان جليتر اللي أنا جايباها من علي اكسبريس، اللي هي الحجم التخين شوية مش الباودر، ودرجت درجة أزرق مع التركواز وقلت إن هي هتدي معايا شكل حلو. خلاص زي ما انتوا شايفين كده قلبت بقى الالوان وقلبت كمان الجليتر وجاهزين علشان نصب. طبعا احنا ما بنحطش الكتابة دلوقتي خالص، الكتابة دي في مرحلة تانية خالص وهتشوفوها، وشوفوا خطوة بخطوة علشان ما تغلطوش اي غلطة وانتوا بتعملوا الشغل ده. برضو خدوا بالكم من حاجة، احنا عايزين يا جماعة نحط طبقة مش للاخر، لان انا لسه هحط الكتابة واحط فوقيها كمان ريزن، فما ينفعش تملوا خالص في المرحلة دي القالب بتاعكم. فعشان كده انا بصوا بحاول احطه وبعدين افرد بالخل واشوف ازود تاني ما ازودش. وبعدين هنا انا كنت بشوف حاجه، ان انا عايز اشوف انا عايز احط الكتابه على الازرق مش على الجليتر، فعشان كده عايز اشوف الازرق وصل لمرحله ايه علشان ازود ناحيه الجليتر ولا ازود في الازرق. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لكم، انا هنا بدات الون يا جماعه بعد تقريبا نص ساعه من خلط الريزن. الريزن بتاع اسيا ما شاء الله يعني مش خفيف قوي وتقدروا ان انتوا تلونوا بيه، بس اتوقع ان انتوا تستنوه شويه، فانا استنيته نص ساعه. خلاص استنيته نص ساعه وزي ما انتوا شايفين دمجته ورحت عامله عليه بعد كده بالتوش. شايفين طبعا ان هي بتتني. هي الفكره ان الانواع يا جماعه الخفيفه طبعا في بابلز، والبابلز ده عيب مني انا لان انا عملت حركه بالخله كده، قعدت العب في اللون شويه، فالحركه دي كان المفروض اعمل بعديها بالتوش بس انا نسيت للاسف، فعشان كده ظهر معايا بابلز، وان دي غلطتي انا مش غلطه النوع خالص. خلاص زي ما بقول لكم هنا كانت هي بتتنى، لان طبعا انا ما سبتهاش للاخر لغايه ما تنشف خالص عشان اعمل المرحله الثانيه، وبعد كده اسيبها تنشف براحتها. المرحله الثانيه وهي ان احنا هنحط الستيكر دوت، مهم جدا جدا تكون نشفت جدا، مش لازم تكون متصلبه، بس انا قصدي ناشفه ما فيهاش لزوجه، مش بتبصم، ما فيهاش اي حاجه، لان احنا هنحط عليها ستيكر. وبعد ما نضغط الكلام هنرجع نشيل الستيكر. لو القطعه اللي تحت فيها اي تلزيق يا جماعه هتمسك في الستيكر زي ما حصل معايا في فيديو قبل كده، وسبت لكم الغلطه دي عشان تشوفوها. فمهم جدا يكون الشغل بتاعكم ناشف خالص مليون في الميه. خلاص زي ما انتم شايفين اهو انا بركبها، انتوا بتحطوها وبايديكم تفضلوا تضغطوا. ممكن كمان لو عندكم كارت بنك، كارت نادي، بطاقه قديمه، اي حاجه من الحاجات دي تضغطوا عليها فالكلام بيلزق تحت، ونرجع نشيل الستيكر اللي فوق دوت، ويتبقى عندنا طبقه الفينيل الذهبي بيبقى شكلها خطير وحلوه جدا بجد. الفكره هنا يا جماعه ان الريزن زي ما قلت لكم لو انتوا هتشتغلوا بيه شفاف اشتغلوا على طول، لو انتوا هتشتغلوا بيه ملون استنوه مثلا في رينج النص ساعه تقدروا تلونوا وتسيبوه، او تستنوه بعد كده تلونوا. انا عن نفسي لغايه ما جهزت حاجات وجبت الوان ومش عارفه ايه وبدات الون على طول، يعني خلطت الالوان واشتغلت. خلاص الفكره بس ان هو هنا علشان القطعه تتصلب قوي متهيألي اخدت مثلا مش عارفه ايه 3 ايام مثلا او حاجه، بس خدوا بالكم من حاجه ان فكره الشتاء مختلفه عن الصيف. طبعا احنا بعد ما بنحط الستيكر بتاع الفينيل وشلنا الطبقه اللي فوق بنحط عليه طبقه ريزن خفيفه قوي علشان خاطر نحمي الفينيل بتاعنا. خلاص زي ما كنت بقول لكم ان في الشتاء نشفان الريزن والتصلب بتاعه الكلام ده بيفرق خالص خالص عن الصيف، ومن كل مكان للتاني حسب انا عندي الشتاء بتاعي درجه حرارته ايه، وفي مصر مثلا التلج اللي انتوا فيه درجه حرارته ايه، فكل مكان ودرجه الحراره بتاعته. بس اللي انا لاحظته ان هو لا تقله كويس تقله حلو، بس زي ما قلت لكم ان هو بياخد وقت في ان هو يتصلب، وهي زي ما قلت لكم قبل كده ان الحاجه الخفيفه بتاخد وقت، الحاجه التقيله رزن التانية انا رزن بتاعي تقيل قوي فبيتصلب بسرعه قوي، بس مليان بابلز بالايه بالهبل يعني كيلوات بابلز كده، وطبعا بتبقى صعبه انها تطلع علشان هو تقيل ففي كثافه عاليه. ان الخفيف البابلز بتطير وبتطلع بسرعه ولمعانه وشفافيته خطيره زي ريزن اسيا، بس الفكره ان بناخد وقت شويه في التصلب.
خلاص زي انتوا شايفين انا طلعت القطعة وشايفين لمعانا حلوة قوي ازاي. لسه ممكن تكون بتتنى سنة، لان انا طبعا انا انسانة اساسا مش صبورة نهائي، فانا شلتها عشان كنت عايزة اعمل بوك مارك تانية. بس مجرد ان تقدروا في الوقت دوت يا جماعة تشيلوا الحاجة وتسيبوها على جنب، مش هيحصل لها اي حاجة، المهم تسيبوها على حاجة مفرودة. شايفين الشفافية حلوة ازاي، شايفين القطع طالعة ولمعانه كمان طلع حلو قوي. فصراحة كانت تجربة جميلة جدا بجد يا بسنت، تسلم ايدك على اسيا رزن. شايفين شكله طلع حلو ازاي، وعجبتني جدا بجد الشفافية، لان الانواع التقيلة مهما كان بيتبقى بابلز وغنطوطة كده اسمها مايكرو بابلز، دي فظيعة يا جماعة. فبجد هنا لا شفاف تحفة. فالصراحة اللي انا قررت ان انا اعمله ان في انواع رزن عندي لما اجي مثلا اعمل قطعة شفافة او قطعة فيها ورد او كده هستخدمهم، علشان قد ايه الشفافية بتاعتهم عالية قوي. زي ما انتوا شايفين كده انا ركبت حلقة وركبت فيها الشرشوف. وبكده نكون خلصنا البوك ماركس بتاعتنا وكمان التجربة بتاعت اسيا ريزن، والفيديو بتاعنا خلص. يا رب تكون التجربة عجبتكم وفادتكم. تقدروا تتواصلوا مع اسيا عن طريق اللينك الموجود في الديسكريبشن بوكس. استنوا في فيديو جديد، سلام عليكم.